أقيمت ندوة رمزية ودلالاتها ودورها في حياة الشعوب والأمم لأهمية تعزيز رمزية الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لدور جلالته وجهوده في حماية الأردن وخدمة الأردنيين وإظهار أهم الإنجازات التي تمت في عهده. واشتملت الندوة التي أقيمت في المركز الثقافي الملكي وأطلقتها جماعة عمان لحوارات المستقبل على عدة أوراق ناقشت الرمزية ومفهومها وأسسها ودور الرمز في حياة الأمم والشعوب، والرمزية الدينية والتاريخية لآل هاشم، والرمزية الدستورية لجلالة الملك. جينا هون إحنا بدعوة للمركز الثقافي الملكي من أجل المشاركة مع جماعة عمال لحوارات المستقبل، نتكلم عن الرمزية التاريخية والدينية عن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. وأكيد يعني بالنسبة لنا كدور بالشباب يعني كان في دور فاعل بالنسبة لنا من خلال المشاركة إن شاء الله في التغطية الإعلامية، بنفس الوقت اللهم صل على سيدنا محمد بدناش نتكلم عن المعلومات المغلوطة اللي بتكون على السوشيال ميديا، تكلمنا بشكل عام وعرفنا دورنا احنا كالشباب يعني انه ان شاء الله في المستقبل يعني امتيازاتنا ان شاء الله وانه دور في ايصال المعلومه الصحيحه للشباب. جايين بنمثل الشباب متطوعين مع هيئه شباب كلنا الاردن محافظه الزرقاء، اجينا بدعوه لنحضر المؤتمر اللي بتنظمه جماعه عمان عن رمزيه جلاله الملك بمناسبه مئويه الدوله الاردنيه، عن انجازات الهاشميين وبالاخص جلاله الملك في العشرين سنه الاخيره وأهمية الشباب ودورهم في بناء المستقبل وتصحيح كل الأفكار اللي كانت غلط. احنا اليوم اجينا هون على مركز الثقافي الملكي بدعوة من هيئة شباب الكل الأردن لنحضر ندوة عن رمزية جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني، وبالندوة اليوم عرفنا عن إنجازات العائلة الهاشمية في خلال فترة الحكم خلال 100 عام من تأسيس الدولة الأردنية، وعرفنا احنا دورنا كشباب في نشر هذه المعلومات يعني في وسائل التواصل الاجتماعي او على المجتمع بشكل عام. احنا جايين بنمثل هيئة شباب كلنا الأردن بدعوة من جماعة عمان للمركز الثقافي الملكي لحتى نحضر المؤتمر اللي بيحكي عن دلالات الرمزية للمملكة الأردنية الهاشمية لحتى نصحح الأفكار المغلوطة اللي تنتشر على السوشيال ميديا بشكل عام ونقوم بدورنا كشباب فاعل بالمؤتمر إن شاء الله. A1 TV الأردنية الأولى.